عايز اقف عند لفظ ولي الامر في فتوى دار الافتاء. يعني هل احنا يجوز لنا ان نطلق على السلطه الحاليه في مصر مساله ولي الامر، ويكون ليه يعني ما لولي الامر في الاسلام من حقوق؟ يا سيدي هنعتبر ان ولي الامر ده الناس جابته للانتخاب وقالوا له علينا الطلاق جميعا لا تحكمنا، بالله عليك لا تحكمنا. طب يا جماعه عملوا انتخابات وراح منزل 20 واحد قدامه وكان اكتسحهم وفاز. خلاص انا بقى قاعد افترض خيالات اهي. ماشي تمام. والراجل قايم نايم ما بيقومش من على سجاده الصلاه وما عندوش ولا مسجون، ويعني ملايك ناقص يبقى ملايك بجناحين بجناحه قولي اجنحه. طيب لو ولي حصل في انه طلعت وزاره من الوزارات في خدمه من الخدمات بتظلم الناس، حكم ولي الامر ده هنا يبقى هتحكمه الاحاديث والنصوص انما الطاعه في المعروف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. طيب نسمع له نطيع امتى؟ لما يبقى ولي الامر يطاع، لان قال لك ايه؟ ان تصرفات الحاكم منوطه بمصالح الرعيه. تصرفات الحكام منوطه مربوطه باحكام مين؟ بمصالح مين؟ الرعي. تعالى لي بقى النهارده المساله اللي احنا فيها دي، كهرباء ميه غاز، الحاكم ده ولي الامر ده يا عم خلاص، يعني الاول احنا هنتجاوز ان هو يعني هنناقش بعد شويه هو ولي امر ولا لا، بس خلينا هو دلوقتي لو ولي امر شرعي رسمي فهمي نقي كله بالصلاه على النبي كده ايه بيسلم له. جت عند خدمه زي دي ولا تؤدي وظيفتها وتظلم الناس. طيب الغاز اتباع للكيان الصهيوني ارخص معاه وبنشتري منهم دلوقتي. الميه هو اللي قال لك اطمنه كله زي الفل، دي ميه النيل ومش عارف يعمل حاجه مع بتوع اسيبه في السد. الغاز ادينا قلنا، الميه دول الكهرباء نفس الحاله. طيب اذا اهم ثلاث خدمات الناس عايزاها في الملف ده ما اتعملتش، يبقى ده ايه اللي حصل له؟ اخ مش شرعي فيها. هل عمل وسائل للناس تتظلم؟ الراجل الصالح ده طيب ده الكيوت اللي هو ولي الامر الرسمي على كل الاراء عند الناس اللي هم بيأيدوه معاكم يا جماعه، هنسلم ده ولي امر خلاص؟ قلناش بعد شويه ان هو مش ولي امر اصلا، بس خلينا مع ولي امر. هل عمل للناس سبل ووسائل للتظلم ضد السلطه؟ السلطه دي في النهايه المواطن من حقه يشتكيها. بس في عندك حاجه اسمها مجلس الدوله. مجلس الدوله ده وظيفته ايه؟ المفروض القضايا اللي قدام الحكومة مع الدولة. ايوه مع الدولة. طيب هل النهارده حد يجرؤ يروح يرفع قضية على الدولة في قضية معينة؟ الناس تقدر تروح تقول والله يا جماعة هنرفع قضية مجلس ضد الكهرباء انها ما تغلاش، ولو حكم قاضي إذا مشت القضية هيتنفذ؟ ده أنت يا مؤمن في تيران وصنافير قالوا مصريتين. قال لك امي يا ريت في حاجه الناس اديها لها. طب يعني اذا حتى مساله ان في وسيله تقاضي عند المظالم ممنوع مش موجود. طيب بامره ايه بقى يبقى ده ولي امر؟ دي هذه المساله. ده قلنا ذاك الراجل عادل عدل ملوش حل وجاي برضا الناس، ولكن جه في ملف عك غلط يحاسب. وسيدنا عمر الخطاب ما حاسبش عمرو بن العاص والي مصر؟ هل القبط لما راح اشتكى اتقال له لا ده ولي امر تسمع وتطيع؟ لا شكى وجاله وغيره. نعد لك كم واحد كم حاجه كم حادثه. اذا في توظيفنا المصطلح ولي الامر، تعالى الامر الاخر، هل ده ولي امر؟ ومن هم اولو الامر اللي القران قال عنهم؟ وأولي الأمر من؟ يا جماعة الصيغة جت بصيغة الجمع، معناه إنه مش فرد بيحكم، دي مؤسسات بتحكم. وإنه حاكم جاي ما يأتي به الولي الأمر ده يندرج تحت طاعة الله ورسوله، يعني هو أصلاً بيطيع الله ورسوله، فإحنا عشان كده بنسمع له.
هل ده بيتأثر في الشخص اللي يحكمك أو في 99% من الحكام العرب والمسلمين؟ الحقيقة لا، ما نضحكش على نفسنا، لا جاءوا بطريقة شرعية ولا باختيار الناس ولا حتى لو جم. يعني واحد يقول لك طب يا عم ده حاكم متغلب، طب يا سيدي الحاكم متغلب في الشرع مين هو؟ عشان بس ما تقعدوش تقعدوا تلفوا الدور وتألفوا أحكام غير الواقع. الفقهاء لما تكلموا عن الحاكم متغلب تكلموا عن إيه؟ إذا خلى المنصب من حاكم، مات حاكم وما حدش لسه بيقعد، أم واحد راح ناصت على الكرسي بالدبابة والسلاح، أنا لا، فأقام شرع الله وأمن الناس وراعى مصالحهم. وراعى مصالحهم خلاص. قالوا ده المتغلب ده لأن أقام العدل، تسمع تطيع له مع تأثمه. طيب إيه؟ ليه؟ لأنه حرم الناس من حق الاختيار. زي اللي بيجوز بنته، جوزها الواحد صالح ولكن ما خدش رأيها ولا استشارها أصلا، هي جوازة صحيحة بس الأب حصل إيه اللي حصل له؟ حرم البنت من حق وهو حق الاختيار بالنهاية، تتجوز مش هو. فالحاكم المتغلب حرم الناس من، حتى لو كان وأكفأ الناس وأصلحهم وأقام العدل بس إيه اللي حصل؟ حرم الناس من حق أصيل لهم، حق الاختيار والعزل. هذا الحاكم المتغلب يا جماعة. فهتقول لي ولي أمر، منين ولي أمر؟ بأي صفة بأي شكل؟ فتطبق المواصفات طبعا. وإن كان خلاص الناس بتمثل للقوانين والدين، لأني ماذا في يد الناس؟